الكراتي الفاتنة. اليوم متأكدة أننا نحن من يجب أن نفوز بالمركز الأول في المسابقة. أنت كلبتي الفاتنة وأنا فتاتك الفاتنة، لنضع هذا العقد. إذن اليوم لا يوجد مركز ثاني، فقط الأول. لن أتحمل المركز الثاني. هل بانيا يناسبني؟ كما أنت فأنت، إنها حقا ستذهبين بتلك النحلة معي. ناسيا، أنا أكرهك أكثر وأكثر. فتيات، ماذا يجب أن أفعل؟ أذهب للمتجر وأشتري كلباً ب200 دولار؟ لا، أفضل أن أجمع مالي وأذهب مع هذه النحلة. أعتقد أن هذا رائع، بواقعي. أجل، نحن سنكون مع الكلاب وأنت مع النحلة. أتساءل مع من ستأتي القطط؟ لما على القطط أن تأتي مع أحد ما؟ إنهم نمور أساساً. فتيات، بقي القليل من الوقت قبل المسابقة. أتتذكرون ما علمتكم؟ أجل، يعني كيف يمكننا أن ننسى هذا؟ تحدثت عن ذلك طوال الليل وطوال النهار. نتذكر كل شيء. فتيات، اليوم يجب أن نكون أكثر فتيات فاتنات في المدرسة. ديانا، ماذا إن فازت واحدة فقط؟ أجل، يمكن أن يحدث هذا. فتيات، جميعنا باني، واحدة للجميع والجميع للواحدة، ذلك سيكون فوز مشترك. حسنا أيتها النحلة، تخيلي إن فزنا اليوم، الجميع سيصدم. بانيا، أرجوك لا تخني، لا تطلق الريح في المسابقة ولا تتجشأ. كنوبا، هذا ليس لبانيا فقط، بل لبانيا أيضا، رغم أنها فتاة. ماذا يجب أن أقول لتيدي؟ إنه محترف في هذا. أيتها النحلة، من الرائع أنني لن أعاني من هذه المشاكل. جوز الهند، أنت فاتن، اليوم أنت طالسمان خاصتنا. شكرا لك، سنكون الأكثر فتنة. أنا متأكدة أن لا أحد سيأتي مع أي حيوان. بالطبع، ليس الجميع ذكياً مثلنا. الآن تخيلوا كيف ستكون ردة فعل باني عندما يرون جوز الهند معنا. سيصدمون كثيراً. حسناً، تلك مشكلتهم، جوز الهند قطنا الآن. جوز الهند سيجلب لنا الفوز اليوم. فكروا في العنوان الرئيسي، القطتهم أكثر فتنة في مدرسة باني. من الرائع أن تتفوق القطط على باني في المدرسة. حسناً فتيات، لنضع العطر لنا ولجوز الهند لأجل المسابقة. لن أعطيكم عطر الغالي ولجوز الهند أيضاً. إن أردت الفوز أعطنا عطرك. حسناً، لقد جئنا نحن جاهزات. ستايلا، اسمعي، متأكدة أننا سنفوز في المسابقة؟ هل أنت المقدمة يمكنك إلقاء تعويذة علينا كي نفوز؟ نريد أن نكون أكثر فتيات فاتنات في المدرسة. فتيات، هل أنتن غبيات؟ التصويت سيكون أونلاين. لا توجد الطريقة للتصوير، وأيضا أين هو سحركم؟ ماذا علمتكم؟ ستايلا، أنا فتاة مسترجلة. فتاة مسترجلة فاتنة، ما المشكلة؟ أعتقد أنني دائما فاتنة، أنا آنسة، أنا أميرة. ستايلا، لطالما كنت تمدحينني. متأكدة أن الفوز سيكون حليفنا في هذه المسابقة. اسمعوا، غالبا نسيتم أنه توجد أيضا بوني والقطط الذين يريدون الفوز أيضا. بالتوفيق، أراكم في المسابقة. بالتوفيق، نراك في المسابقة. أتعلمون فتيات، هناك مشكلة. ما هي؟ إن شاركت بوني نحن سنخسر. ليس دائما بوني خسر مؤخرا. إذا لدينا فرصة لنريهم سحرنا كي يصدم الجميع. هيا بنا فتيات. يا شباب، لقد تركتم الفريق، اخلوا ملعب كرة السلة. ملعب كرة السلة للاعبي السلة. صحيح، او لا، تتركوا الملعب بطريقة ودية، لانه عندما يغضب تيمور. ان غضب تيمور فحتما سيتم الصاقكم مع هذا الجدار. لا شباب، تظنون انني خائف؟ ساتابع التزلج في ملعب كرة السلة. لا شباب، ملعب كرة السلة مشترك. ملعب كرة السلة للاعبي السلة. لا أعتقد أنكم لاعبي سلة، خصوصا الذي يرتدي خوذة. توقفوا عن السخرية منا، هذه الخوذة لحماية من السقوط. لما ترتجف، ليس هناك داعي للخوف. حسنا شباب، عند العد لثلاثة يجب أن تختفوا من هنا على الفور. 1 2 3. قائدكم جاء، سنخبره كل شيء. كيرين، تحدث معهم. مرحبا شباب، ما المشكلة؟ لما قرروا أن يتزلجوا هنا ويلعبوا البيسبول؟ أجل، هل هم لاعبي سلة؟ تحدث. كيريل، انظر لأعيننا، نحن أجنحتك السابقة. أجل، دافع عنا. لا أولاد، التزلج والبيسبول ليس في ملعب كرة السلة، ستفسدون الملعب، إنه باهظ الثمن، ونحن من دفع ثمنه. حقا؟ اصمت. حسنا شباب، اذهبوا، اذهبوا من هنا. آسف لكنكم تركتم الفريق، أنتم لا تنتمون إلى هنا. كيريل، كنت أحترمك لكن الآن لا أحترمك. كيريل، كنا نتحدث بشكل جيد، لكن الآن لا أريد أن أكون صديقك. حسن لكن عادل. حسنا، هل نلعب؟ أنا مستعد. لا، التدريب تم إلغاؤه، اليوم توجد مسابقة أكثر فتاة فاتنة، لذا يجب أن نكون هناك. بوني سيشاركون؟ بالطبع، لا توجد أي مسابقة من دون بوني. لنذهب ونشجع فتياتنا. هيا شباب، انتظروني، لم أتعود على هذه بعد.
يا له من مجانين، يريدون أن يستولوا على ملعب السلة. أولاد مرحبا، ما رأيكم؟ واو فتيات أنتن رائعات حقا، يجب أن تفوزوا في المسابقة. أجل فتيات، يجب أن تروا أنفسكم، أنتم مذهلات. شكرا أولاد، من الرائع سماع أننا جميلات من أصدقائنا. أولاد جئنا كي نطلب منكم أن تصوتوا لنا. بالمناسبة التصويت سيكون إلكترونيا، لذا المزيد من التعليقات لبوني. فتيات أنا سأضع لكم تعليقات كثيرة، سأكتب بوني. هواتفكم كلها مشحونة؟ مستعد لأكتب بوني 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 بوني. لكن لحظة، أين يجب أن نكتب؟ التعليقات يجب أن تكون تحت الفيديو، والذي سيكون عليه تعليقات كثيرة سيفوز. أولاد شكرا جزيلا، نحن سعيدات جدا لأنكم ستصوتون لنا. ما رأيكم في بث مباشر؟ شباب مرحبا. مرحبا، اليوم أنا وفتيات بوني سنشارك في مسابقة أكثر فتاة فاتنة في المدرسة، ونود أن نطلب منكم أن تصوتوا لنا. نحن لبوني، صوتوا لهاته الظريفة. اكتبوا في التعليقات بوني بوني بوني. أرجوكم شباب، يجب أن نفوز، لا نريد أن نذهب للمركز الثاني مجددا. ولا تنسوني أنا ونحلتي. حسنا جميعنا. حسنا، سأقول لأصدقائي أن يصوتوا لكم. توماس، نحن نعلم أنه علينا أن نصوت لبوني، ليس عليك أن ترسل لنا بل للذين لا يعرفون بالمسابقة. أرسلت لجميع من لدي في جهات الاتصال. إذا أراني بالأعزاء، أراكم قريبا، أحبكم وأقبلكم وأحضنكم وداعا. فتيات علينا الذهاب للمسابقة بسرعة، تأخرنا. رائعان، حسنا علينا أن نذهب أيضا للمسابقة. بسرعة فتيات بسرعة، لقد تأخرنا. بلوندي، ليس خطأنا أن جوز الهند تغوط على نفسه قبل المسابقة. سيكون من الرائع أن تساعديني في تنظيفه. أنا فتاة فاتنة وليس علي أن أنظف مؤخرة جوز الهند. هيا فتيات بسرعة بسرعة. فاتنة لا يعني أن لا تفعلي أي شيء، لقد اتفقنا أن نهتم بجوز الهند جميعا. ماذا؟ أنا لا أهتم به، من التي رتبت رابطة عنقه؟ إذا هيا سنفوت كل شيء. حسناً جوز الهند، لم تعد رائحتك رائعة مثل السابق، لن أعطيه عطري الآن. حسناً، هدايا الفائزة بأكثر فتاة فاتنة جاهزة. هدايا رائعة، أود أن أحصل عليها. سنحصل عليها بمجرد أن نفوز. لنرجو أن نفوز. حسناً، سنبدأ المسابقة. أين الجميع؟ مرحبا، مستعدات للمشاركة. يا إلهي، لقد تجهزت جيدا. نحن أيضا جاهزات للمسابقة. ماذا؟ هل أخذتم قطنا؟ ما زال طفلا فتيات. بلوندي، أنت أكثر فتاة فاتنة هنا. أتعلمون ماذا فتيات؟ اليوم أنا سأشارك مع نحلتي. خذوا أنتم جوز الهند فتياتنا وخطأكم. بالكاد أقنعنا مايا لا تأخذ هاجي ماجي. شكرا زاك، أنت الأفضل أيضا. من سيحضر لنا النصر؟ أرانب، لما أغفلتمونا بأجسامكم هذا؟ نحن أيضا سنشارك. فتيات، لا يوجد مكان للفاشلين. أنتم الفاشلات، نحن طالبات متفوقات. حسناً فتيات، أرى أنكم جاهزات وهذا يسعدني. التصويت سيكون أونلاين، والفائزة ستحصل على مجوهرات وأفضل فراش لأكثر فتيات فاتنات والكأس لأكثر فتاة فاتنة. هيا فتيات، نحن معكم. فتياتنا سيهزمون الجميع، فتياتنا سيحصلون على مليون تصويت. إذن المجوهرات والفراش ستكون لنا. لنضع الكأس في غرفتنا. هل أنا فقط من أشعر بغرابة؟ لم نتجهز أبداً. أنا أبدو جيد أليس مثلكم فتيات؟ لكن لم نكن نعلم أن كل شيء سيكون جاد. حسناً فتيات، لنبدأ المسابقة. كل متسابقة يجب أن تقولي ما عليها أن تصبح أكثر فتاة فاتنة في المدرسة. وهي بدأت أتحدث، سيستغرق الأمر وقتاً. وأول متسابقة هي مايا ونحلتها. أريد أن أكون واضحة وأختصر، أنا في فريق بوني، أنا مشجعة وأنا أكثر فتاة فاتنة، وبالمناسبة هذه نحلتي. هل هذا خطاب؟ خطابنا سيكون أروع. المتسابقة التالية هي مودي. أنا حتما سأفوز. هيا، أنا مودي، أنا طالبة متفوقة، أنا فاتنة، صوتوا لي إن كنتم تحبون الطلاب المتفوقين. تخرب شيء ما. حسنا، بصراحة الحصول على علامات جيدة أمر رائع.
المتسابقة التالية هي ديانا وكلبتها بوني. شباب مرحبا، أنا ديانا مشجعة بوني وهذه كلبتي بوني. أثق أنه أن تكوني فاتنة العلاقة له بالجمال والمودة. يجب أن تكوني لطيفة ورائعة وتساعدين الحيوانات وتحبين وتهتمين بالطبيعة. السحر يجب أن يكون في كل شيء. كم تتباهى؟ لقد سرقت جملتي. ماذا؟ أردت أن أقول هذا أيضا. شباب لنهتم بالكوكب معا ولا نفسد الطبيعة، ليكن كوكبنا جميل وفاتن مثلنا. كلمات رائعة، يجب أن أتذكر هذا وأدرسه لطلابي. المتسابقة التالية هي تايا. شباب أنا أعتبر نفسي فاتنة لأنني لا أكل كثيرا وهذا مهم جدا في وقتنا، لا حاجة لامتصاص كل شيء يتحرك. كنت أعلم أنها ستقول هذا، لا تأكل كثيرا لذا تعتبر نفسها فاتنة. ماذا ستقولين؟ سترين. وأنا ظريفة وأميرة، صوت لي. فتيات عصرنا الحالي غير معقولات، لا أكل كثيرا. ماذا إن كانوا يأكلون كثيرا؟ الأكل كثيرا غير صحي مثل لوران. والمتسابقة الثانية هي كنوب بوني. أعتبر نفسي فاتنة لأنني في فريق مشجعات بوني. فتيات أنا أحبكم. أنا أحبك أيضا. وجميع مشجعات بوني فاتنات، لذا صوت لأكثر فتيات فاتنات. رائع، فتيات بوني رائعات. والمتسابقة الثانية هي لوران. أثق أن كونك فاتنة لا يخص التحدث هكذا. أن تكوني فاتنة هي أن تكوني نفسك. رائع جدا. سمعتم من الخطاب؟ سمعتم؟ لقد جهزته منذ مدة. سمعنا. المتسابقة التالية هي بلوندي. ومع من أنت؟ لا أستطيع أن أرى. جوز الهند ستيلا، إنه جوز الهند. الهير المسكين، الربطة التي حول عنقها، كيف قاموا بربطها؟ أجل رقبته مثل أصبعي صغير. أعتبر نفسي فاتنة لأنني في حركة القطط. لن تكوني مثل بوني. ماذا؟ وأيضا لدينا تاليسمان خاصتنا، القط جوز الهند. بلوندي هذا الخطاب رائع، أحبك. أيها المتابعين، جوز الهند يطلب منكم أن تصوتوا لنا. جوز الهند قل شيئا، تحدث، إنه ليس في مزاجه. والمتسابقة التالية هي ناسيا بوني وصديقها تادي. ناسيا هي تادي، أطلق الريح وستنبعث الرائحة. وماذا؟ اذهبي، هذا لا يخص الخطاب. يا إلهي، هذا جوز الهند؟ لا، إنه صديق ناسيا. ناسيا، ما هذه الرائحة؟ ستيلا، هذه الرائحة اسمها صديق تادي. تيمور، ما رأيك في ناسيا؟ لما تيمور؟ حسنا، سمعت أن لديك خطة. ليس من شأنك. ناسيا هيا، هل نسيت خطابك؟ أن تكوني فاتنة ليس أن تحتفظي بكل شيء لنفسك مثل تيدي. خذ مثالا مني. يا إلهي. فتيات آسفة، نسيت خطابي، إنه نتن. حسنا، لا بأس. حسنا، يا له من خطاب، أنا مصدومة. والمتسابقة التالية هي زينيا من حركة النمو. أعتبر نفسي فاتنة لأنني أستطيع أن أضع مكياجا رائعا. فقط الفتيات الفاتنات من يعرفون كيفية استخدام الفراش والمكياج هكذا. صوت لي. تتباهى، أنا أضع مكياجا أفضل وشفاهي أكبر. بالطبع لورن. إذن بقيت لدينا آخر متسابقة، كيسا من حركة القطط. كيسا هي. خطابي هو أنني كنت أريد أن أقطع علاقتي بصديقاتي. ماذا؟ أنا فاتنة وحقيقة أن صديقاتي فاتنات، الفضل يعود لي أنا الكيسة. يا إلهي، لأنني أنا من بدأت حركة القطط. صوت لي. هل فقدت عقلك؟ اليوم سأريك بعد المسابقة، انتظري. يا إلهي، ما قالته كيسة صادم. كان عليها أن تقطع علاقتها مع بلاندي وزينيا منذ وقت. اكتشفت هذا للتو. طب الفتيات، لما أحضرت تيدي معي؟ إنه مثل البركان. ناسيا اصبري، هذه مسابقة. إذن المسابقة عليها أن تنتهي، لقد أنصتنا لجميع خطابات المتسابقات. شباب ما
من تظنون أنها يجب أن تكون أكثر فتاة فاتنة في مدرسة بوني؟ صوت في التعليقات والفائزة ستحصل على مجوهرات وعلى هذه الفراشة الرائعة والكأس. شباب ماذا؟ ما الذي قلته خطأ؟ قلت الحقيقة. إنهم يصوروننا. شباب جوز الهندي يريدكم أن تصوتوا لنا. كيسا سنتحدث في الغرفة. صوتوا لي أنا الطالبة المتفوقة. بل لي أنا أكل القليل. صوتوا لي أنا دائما على طبيعتي. بلوندي أنت رائعة مع جوز الهند، أحبك. هذا يكفي، الجميع يسخر منك. أجل كيسا، اليوم أظهرت حقيقتك. لقد ظننا أننا أصدقاء. أتعلمون فتيات، أنا هي أول قطة وأنتم أتباعي، لكن أنتم من كنتم تتباهون كثيرا. أتعلمين كيسا، إن لم نفز في هذه المسابقة فسيكون هذا بسببك. لما بسببي؟ لأنك لم تظهري نفسك من الجانب الجيد. بل أظهرت. كيف تصرخين علينا في المسابقة؟ آسفة لكنني لم أستطع أن أبقى صامتة. حسناً، وبسبب هذا لا أحد سيصوت لنا. كيسا إن لم نفز سنطردك من حركة القطط. تباً بلوندي، لم أتوقع هذا منك. لا توجد طريقة أخرى. حسناً فتيات، لقد انتهت المسابقة. أتساءل هل سيصوتون لنا؟ أمل فتيات، الجميع سيصوت لنا. لا أفهم ما خطب تيدي، وكأن أحدا ما طعمه شيئا عمدا قبل المسابقة. ناسيا حسنا، لم أكن أريد أن أخبرك أثناء المسابقة، لكن وصلتني رسالة من لارن، أخبرتني أنها أطعمت تيدي الفاصوليا. ماذا؟ لارن تلك؟ ناسيا اهدئي، المسابقة انتهت على أي حال. الآن نأمر أن يصوت لنا الشباب. شباب صوتوا لنا، لقد أفسد تيدي جونا وتحملنا ذلك. ناسا لكنه تيدي. لارن وكيف عرفت ذلك؟ لم تكن تعرف، لم تفعل ذلك عمدا. فتيات لارن كانت تأكل الفاصوليا وتيدي كان يريد، لذا أطعمته. لم تفعل ذلك عمدا. حسنا آمل أن نفوز، وإن لم نفوز عندها سنكون فاشلات. بقي الآن فقط أن نتمنى الأفضل. شباب قوموا بالاختيار الصحيح، صوتوا لنا، نحن بوني. دعوا إعجاباً واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانتظروا حلقاتنا الجديدة. أراكم لاحقاً. وداعاً.